تحضيرا لميناء الفاو الكبير الرابط الاستراتيجي بين أسواق آسيا وأوروبا، يهتم العراق بشراء القطارات، حيث جهز صفقة مع ألمانيا وتعاقد مع تركيا على مئات العربات الحوضية لنقل الوقود بعد أن تسلم 12 قطارا من الصين في الأعوام الماضية. لكن مشروع الربط بين العراق وتركيا مرهون بإصلاح خط السكك المنشئ منذ نحو 100 عام بسبب تدمير 50% من الشبكات بيد تنظيم داعش. اتفاق مع الجانب الألماني استيراد قاطرات من عندهم. عندنا مشروع إنشاء أحواض لنقل الوقود داخل العراق. همين الجانب التركي يمكن مستثمر أخذها وصلنا عندنا تقريبا 250 حوض. الاستثمار خيار مطروح لتنفيذ مخطط سكة جديدة تنطلق من الفاو الكبير إلى الأناضول حلقة الوصل مع أوروبا، ومن شأن ذلك أحياء طريق الحرير بوصفه من أشهر مسالك التجارة بين الشرق والغرب والمنافس لقناة السويس المصرية. من الناحية الاقتصادية أكيد أن العراق ممر مهم اليوم يربط بين العالم الشرق وعالم الغرب، وهو تاريخيا كذلك. لذلك هذا الطريق إذا ما استثمر اقتصاديا سيعود بالمردود مادي جيد على الوضع العراقي. كلفة تأهيل خط السكك بين العراق وتركيا المار بالقامشل السورية تقدر بنصف مليار دولار، فالسكك الحالية لا تصلح لتسيير قطار إكسبريس لقدمها. أما سرعة القطارات العراقية الآن فلا تتعدى 100 كيلومتر في الساعة، والمطلوب أن تبلغ في المرحلة الأولى 150 كيلومترا في الساعة شرط إلغاء جميع تقاطعات السكك مع الطرق البرية. بإمكان العراق من خلال مساراته البحرية والبرية أن يربط العالم ببعضه تجاريا، الأمر الذي قد يسهم في ازدهار العديد من المدن التي تقع على هذه الطرق. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.